أعلن وزير الداخلية لواء مجدي عبد الغفار خلال حوار صحفي عن رصد الوزارة لمعلومات عن مخطط عدائي كبير لجماعة الإخوان الإرهابية. وأوضح الوزير أن المخطط ارتكز على مجموعة من التحركات الإعلامية التي تهدف إلى تشويه صورة مصر برعاية قطرية وتركية. كما أشار الوزير إلى دور وسائل الإعلام والفضائيات المدعومة من رعاة الإرهاب والتي تبث أخبارا كاذبة بهدف زعزعة الاستقرار.